بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة رئيس الجمهورية. كيف فخامة؟ قل حق. سيادة رئيس الجمهورية على هذا الاستقبال وعلى تنظيم هذا الجمع، واشكركم على كل شيء مثل ما تفضل زميلي الأخ في خصوص السياسة الخارجية. وشوف الفرق اولاد الشعب. هنا قال له هذاك الصحفي، قال له فخامة الرئيس، قال له لا وقف ما كاين لا فخامة ولا حتى شي حاجة. علاش حنايا عندنا في البلاد ارى سيدنا تقبل اليدين، الركوع لغير الله، العبودية بامتياز، ما كاين بوش يدولا كيركعوا الحاكم ديالها غير عندنا في البلاد. هنا في المقارنة الإخوان، الشعب الحر، ها شوف، خاف للشعب الجزائري الحر، الشعب كنهضر أنا على الشعب، خاف يقولوا له واش من هذه العبودية، راه هذيك الفخامة كتدخل في إطار العبودية، يعني خاف. لحقاش الشعب فرض راسه، الشعب الجزائري وفرض راسه على النظام ديالو الإخوان والأخوات. واخا كاين القمع، كاين شويه الديكتاتوريه، ولكن تاني ما تقدرش تقارن كاع. كاين الامتيازات موفره للشعب الجزائري والاخر، مثلا السكن الاجتماعي، وكاين واحد المنحه ديال 100 ولا 150 اورو، بعدا شي حاجه كيستافدوا بعدا شويه من الثروات ديالهم. اما حنايا في البلاد كيصفوا الفوسفات، الثروات السمكيه، الثروات الفلاحيه، والثروات بجملة، والشعب المغربي ما كيستافد حتى بخبزة، ما كيستافد حتى شي وزة من هذاك الشيء. يعني راه شتو الفرق؟ هذه غير إشارة لحقاش الشعب الجزائري الحر فرض الاخر ديالو، ماشي بحال حنايا بحال الشعب المغربي. واخا الأحرار خص تفرضوا الإخوان، وتفرضوا يعطيو لكم الاخر ديالكم، نجريو على هذوك العياشه يمشوا مع ابو رقرق. ارى هادو، شوف انت غير خمم يا ولد الشعب، غير خمم علاش هاد الوزاره وهاد محمد سته عندهم دوبل ناسيوناليتي؟ علاش كيديروا القصوره هنا في اوروبا؟ علاش كيهربوا الثروات لسويسرا لباراما؟ علاش؟ لحقاش ما كيخدموش البلاد مزيان. اليوم غدا وقعت شي انتفاضه ولا شي روينه، يهز الطياره يهرب. لحقاش راه هرب الثروات، راه عنده هنا الفيلا والقصورة، يعني ضامن المستقبل ديالو. لو كان هادو كيخدموا البلاد نيشان، ما يكونش عنده دوبل ناسيوناليتي. مثلا هنا في هولندا، الملك الهولندي ولا الوزارة الهولندية ما عندهمش دوبل ناسيوناليتي، عندهم واحد ناسيوناليتي وهي ناسيوناليتي هولندية. لحقاش هو هاد الوزير ديال هولندا ما خايفش؟ علاش؟ هو خدام الخدمة ديالو نيشان، وإلا ما خدمش الخدمة ديالو نيشان غادي يتحاسب يمشي للمحكمة، غادي يتحاسب أمام الشعب، ولا يدي الاستقالة ديالو. نعم السي، يعني هاد الحكام ديال اللي حاكمين هذيك البلاد اليوم غدا يهزوا الطيارة، هما رابحة هما ما مسوقينش. والشعب كلا ولا ما كلاش ولا لابس ولا عنده المستشفى ولا ما مسوق لحتى شي حاجه. كما قلت لكم تنوض شي ثوره ولا شي حاجه، يهز الطياره ديالو ويمشي. لحقاش كيهرب الاموال ديالكم والثروات الشعب المغربي؟ ما حد انت ضارب الضم، غادي يبقاو يزروطوك، غادي يبقى يهربوا الثروات ديالك، وتبقى عايش تحت الزيرو. لحقاش 14 قرن بين قوسين كيقول لك ودي هذا النظام العلوي عنده 14 قرن، بالله عليكم واحد النظام عنده 14 قرن ما يقدر يوفر حتى مستشفى للشعب، ما يقدر يوفر حتى السكن لائق للشعب. كاين ناس ساكنه في الكريانات، ها كيخرج لك العياشي ولد الخيريه كيقول لك راه عندي احسن دوله في العالم،
راه عندنا احسن مالك، فوقاش ما جا شي علاوي الشعب كيزيد كيتفقر وهما كيكبروا في الثروات ديالهم. هذا هو الواقع، قبلوا ولا ما تقبلوا. هذه هي يعني، هذه كانت الاخر ديال الاخ رئيس ديال الاخر. وهنايا الاخوان